وفي معابي. الو عدنا لكم من جديد. النتيجة دائما التعادل السلبي 0 لمثلي بعد مرور 41 دقيقة من الشوط الأول. دائما التعادل السلبي 0 لمثلي بين اتحاد الأفقي بن صلاح الفريق المستقبل المستضيف ورجاء بني ملال الفريق الضيف برسم الدور 32 من إقصائيات كأس العرش. إصابة أحد لاعبي اتحاد الأفقي بن صلاح الآن اللي كتقدم لي الإسعافات والعلاجات الأولية داخل رقعة الميدان داخل أرضية الملعب. نتيجة دائما التعادل السلبي 0 لمثله بعد مرور 41 دقيقة من اللعب من الشوط الأول. إبراهيم ملالي الآن تقدم لاعبي رجاء بني ملال نحو دفاعات فريق أولى اتحاد الأفقي بن صلاح.
الكره كانت خطيره للاعب الاتحاد الفقير بن صالح، يعني اضاع فرصه واعده لتسجيل به غرابه. نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي 0 لمثله.